السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامج أجر العاملين. برنامجكم طبعا تعرفون يتكلم عن نشاطات أقسام ومؤسسات العتبة العباسية المقدسة في موسم أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وتحديدا هذا العام 1442 للهجرة. ضيف حلقتنا لهذا اليوم قسم تعرفونه من نشاطاته طوال السنة وطوال 17 سنة الماضية، ألا وهو قسم المضيف. معه رئيس القسم اليوم ويانا الأستاذ علاء عبد الحسين، راح يكون ضيفنا، ضيف عزيز علينا، حتى يحدثنا عن نشاطات هذا القسم. فأهلا وسهلا به. أهلا وسهلا بكم. يا ريت تحدثنا عن يعني القسم، هيكل القسم، نشاطات شعب، شعبه، نشاطاتها، يعني لأن الناس تعرف فقط يعني مسألة التوزيع مع الطعام، أما ما خلف ذلك يعني أكو عندكم عملية إعداد الطعام أو خزنة أو مواد الأولية، شلون تتم العملية يعني؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله. طبعا نحب نعرفكم على قسم المضيف. القسم يقدم خدماته على طول السنة، وخدماته بالزيارة الأربعينية تكون بشكل خاص. طبعا قسم المضيف ما يختلف عن أقسام العتبة، يقدم خدمات، كل الأقسام تقدم خدمات، بس بفد خصوصية هذا القسم، انه اكو فد علاقه غير مباشره ويا الزائر، انه دا يتحمل فد امانه من الزائر. الزائر على طول السنه الحمد لله والشكر بعد هو قاضي الحاجات بالفضل العباس سيد يوم مولاي، الناس دا تجي تجلب الذبائح لهذا القسم نذور، يعني السنة. النذور على شكل نذر حوائجها. نعم نعم، تجي تنطي النذر الى القسم مباشره، لو عن طريق عن طريق النذور. عن طريق قسم النذور، يعني النذور قضيته اداريه، تسلم الذبيحة الوحدة القصابة اللي هي تابعة شعبة المطبخ. عندكم وحدة قصابة؟ نعم. يعني نعم. تقوم بعمليات جزر الذبائح في الشروط الصحية والشرعية. نعم، هاي وحدة القصابة بها كل الشروط الصحية وإجازة خاصة من وزارة الصحة، وأخوة يعني عندهم خبرة سنين بهذا العمل، يقومون بجزر هذه الذبائح وتقطيع اللحوم ووضعها ببرادات وبالتالي طبخها وتوزيعها على الزائرين. فهذه القسم يعني هذه فد امانه انه بعاتقه، انه من الزائر الى الزائر، يعني هذا العمل يكون على شكل تدوير على طول السنه. انتم يعني كانه تنفذون رغبه الزائر في ان اطعام الزائرين، وبالتالي هو يوصل، توصل الذبيحه لقسم الهدايا والنذور المفقودات، ثم توصل بعدين لكم عن طريق الـ يعني المضيف حتى ينفذ هاي. طبعا انا حبيت يعني اذكر هذا الموضوع يعني بدايه الامر لاهميته، يعني واحب انه افتخر انه احنا خدام الاب الفضل العباس، لانه توصل اعداد الذبائح الى العشرات او المئات او الالاف خلال السنه. خلال السنه ما شاء الله. طبعا معروف، انا سامع انه حتى يعني غير المسلمين ايضا من ابناء شعبنا بلي. يقدمون يعني او يحصلون على مطالبهم من رب العالمين بجاه ابي الفضل العباس عليه السلام. الحمد لله. وسامع انه توصل ذبائحهم الى المضيف. زين، قسم المضيف الان يعني قبل الجائحه وبعد الجائحه، انتم قبل كورونا انا على حد علمي انتم كانت عندكم وجبات طعام اعتقد توصل، او ربما يعني قبل الفتوى اعتقد كانت توصل 9000 وجبه باليوم على ما اذكر. يعني صحيح، احنا بالنسبه استاذ جسام، بالنسبه بالايام الاعتياديه احنا عندنا صالات، يعني صالات اللي هن عددهن 2 بقسم المضيف، بالاضافه الى التوزيع الخارجي. التوزيع الخارجي مستقل بالتوزيع الوجبات السفري والاستقبال للضيوف بداخل المضيف يوصل الى 2500 الى 3000 بشكل يومي. هاي بالفتره الحاليه ليالي الجمعه؟ لا، اي بل قبل الجائحه. قبل الجائحه الكلام قبل بعد الجائحة. الفتوى بس قبل الجائحه. اي صحيح صحيح، يوصل الى 3000، من 2500 الى 3000 وجبه احنا يوميا مستمرين ما عدا ليالي الجمعه اللي نستعين بالمنفذ الخارجي، 3000 الى 4000 وجبه كل ليله الجمعه تتوزع من المنفذ الخارجي. من بعد الجائحة الوضع اختلف، يعني ندعو من الله العلي القدير انه يرفع عنا هذا البلاء، عن العراق وعن أمة محمد والعالم اجمع. بعد الجائحة الصالات انغلقت، يعني الشروط الصحية، الشروط الصحية. فالأخوة العاملين اللي بقسم المضيف يعني كلهم بدأوا يلبسون الكمامات والكفوف وتعفير الأماكن، كل الشروط الصحية اللي هي واجب اتخاذها بدأوا يعملون بها، وبدينا الاستعانة
بالمنفذ الخارجي، بدأ القسم يوزع التوزيع وجبات على شكل وجبات سفر يعني على مدة تراعون جانب الصحي. الجانب نفس الصحي. العدد بقل أو أقل؟ والله العدد يعني قلت لك حسب بعد حسب انفتح الحظر. ايه من بعد ما انفتح الحظر لا أكثر، بدأ أكثر من قبل يعني، بدأت أعداد الزوار قام يعني بدأت تتزايد يعني. أعتقد يوم 7 محرم انفتح الحظر. بل فصار عندكم زيادة أكثر يعني. ايه صارت زيادة، وصلت إلى 5000. 5000 وبليلة 10 محرم يوم 9 ويوم 10 احنا وصلت حتى 10000. 10000 بالاستعانة على المنفذ الخارجي. زين منفذين انفتحنا بنفس الوقت. زين بالنسبة للقسم المضيف يعني الآن أنت عندك يعني موسم الأربعين. نعم. أو بالزيارات المليونية عموما موسم الأربعين خصوصا تعودكم أعتقد مظائف خارجية أيضا مرتبطة بيكم؟ صحيح صحيح، المظائف الخارجية يعني يعني ما مرتبطة بينا 100%، ارتباطها بالإدارة. عندنا المضيف اللي على طريق النجف موكب العتبة، عندنا مضيف بمدينة مدن الزائرين اللي على طريق بغداد مجمع الشيخ الكليني، أكو مضيف بطريق الحلة اللي هو العلقمي، عندنا اتصال وياهم يعني اكو تعاون بيناتنا بخصوص الطبخ بخصوص الاستشارات، بس هم اتصالهم يعني يكون بالعتبة استقلالية ضمن المؤسسات اللي يعملون بها يعني تبع العتبة. صحيح صحيح يعني بس اكو تعاون تعاون بيناتنا يعني تعاون مستمر من الناحية الفنية يعني. احنا تدري بعد هاي السنين اللي راحت قسم المضيف بدا يعني صارت عنده خبره أكيد خبرات كبيرة خبره بعدد الطباخات بعدد قدور الطبخ بالمكاين اللي هسه جت حديثه لانتاج الصمون مكان لانتاج الخبز. هاي التفاصيل حقيقه لازم نكملها، خلينا نشوف شلون يعد الطعام مع وجود هذه الجائحه، فكونوا معنا ان شاء الله. التزاما بتوجيهات المرجعيه الدينيه العليا بضرورة الالتزام الصارم بالضوابط الصحية أثناء إقامة الشعائر الحسينية، يجب الالتزام بما يأتي: مراعاة التباعد الاجتماعي بين الحاضرين لمسافة لا تقل عن 1.80 متر، استخدام الكمامات الطبية وسائر وسائل الوقاية من انتشار الوباء، تعقيم وغسل اليدين باستمرار. تقبل الله أعمالكم. نرجع للأستاذ علاء. هذا العمل الجبار اللي يقوم به المضيف، أعتقد تقول لي الآن يعني من فتحة والحظر وصلت عندك 5000 وجبة باليوم، وأعتقد قبل الفتوى كنا حتى نوصل 9000. هذا الرقم يعني شلون تقدرون تكفون الأكل؟ يعني شلون تلحقون؟ أنا أدري أن تقدمون أنتم سلطات وتقدمون بعض يعني الفنكر تشيبس وغيره، شلون تلحقون؟ شنو الطرق اللي عندكم المتبعه يعني؟ نعم، احنا بالنسبه خلال تهيئه الطعام يعني اخذنا كل الجوانب السرعه واللي تخفف عن المنتسب. يعني شنو اكو ماكينه تجي، ماكينه مثلا للزلاطه، ماكينه للكباب، ماكينه للاذن المكان الحديثه انتاج الصمون. استعانينا بهن القسم يعني هذن المكائن الحديثه راح توفر وقت وتوفر لنا جهد. يعني احنا مثلا بالنسبه وخاصه بزياره الأربعين يعني ما نختصر مثلا على نوع معين، يعني وقت الغداء نختصر مثلا على التمن والمرق وقطعه اللحم اللي هي معروفه عند كل العراقيين وعند كل الناس. من نجي الوقت وقت العشاء يعني حتى لا يكون مثلا تبذير بالطعام، حتى احنا من باب التنوع بالطعام بدينا نستعين بالمشويات. فبدينا يعني هاي السنين اللي راحت انه خاصه بزياره الأربعين انه نعمل بالكباب المشوي. يعني عندنا مكاين خلال الساعه الواحده تنتج 1000 شيش. حلو. 1000 شيش كباب بالساعه الواحده. فهاي اذا كان عمل يدوي يعني هاي تحتاج لها فد كم يوم هذا الالف كادر كبير واحتمال انه ما نحصل غايتنا، لان احنا عندنا استاذ جسام عندنا اوقات لتوزيع الطعام، يعني ما يكون التوزيع عشوائي. يعني احنا يعني فد مداخله بسيطه، يعني احنا من نبدي بالتوزيع ونشوف حضور الزوار بدا يتوافدون على المدينه، نبدي بالساعه 6 صباحا لحد الساعه 9 بتوزيع وجبه الفطور واللي هي تقتصر على الشوربه او الهريسه، يعني الاشياء الساخنه. يعني من بعد 9 من نكون بتوزيع الفطور، لان هذا الوقت بعد ماكو واحد مثلا ما فطر يعني او كذا. ف
فنبدي من الساعة 11 أو قريب الساعة 12 الظهر وقت الصلاة، نبدي بتوزيع وجبة الغداء لحد الساعة 3 ينقطع بعد التوزيع، والعشاء كذلك. فوجبة العشاء لما نختارين هاي المشويات الكباب والقص، يعني جربنا في التجربة بهاي السنين الراحة الفائتة العفو، أنه الكباب يعني يكون مقبول من الزائر، يعني مقبول وفي الوجبة خفيفة الناس تحبها على شكل السندويش، وبنفس الوقت القص. فهاي المكان مال الكباب يعني كلش اختصرت لنا الوقت، ويقابلها الافران مال الصمون. يعني احنا عندنا افران مال صمون حديثه نستخدمها، يعني اكثر شيء نستخدمها على طول السنه، بس على شكل اخف من الزياره الأربعين. ايش قد تقريبا تنتج يعني الطاقه الانتاجيه؟ الطاقه الانتاجيه للعام الماضي الفرن الصمون الكهربائي يعني وصل اكثر من 35,000 باليوم الواحد صمونه كهربائي. 35,000 لان احنا مثل ما تفضلت القسم هواي بالشعب، يعني احنا بس الشعبة الحانوت اللي هي شعب من شعب المضيف، هاي الشعبة تختص على طول السنة بتوفير الطعام للمنتسبين الخدام اللي بالعتبة بأسعار تعاونية. أسعار تعاونية محدودة يعني. أعتقد رمزية. السنة هذا شعبة الحانوت قدمت خدمات جليلة في مسألة كورونا، يعني أعتقد تعرفون إغلاق المطاعم نعم واغلاق المدينه خلى بعض الناس او بعض الزائرين صحيح اللي يجون ما يلقون مطعم مفتوح، ما يلقون محل، اضافه لذلك المحلات نفسهم منفتحين اذا يتغدى ما يلقى اكل. فاعتقد انتم قدمتوا السنه خدمات في هذا المجال. قدمنا على طول السنه، وحتى الكوادر الصحيه اللي كانت هنا اللي تقدم خدمات لتعفير المدينه، والكوادر الامنيه اللي هي موجوده اصلا اكو حظر، ما كان اي محل مفتوح. فهذه الشعبة كانت تقدم خدمات، قلت لك أسعار رمزية جدا، وماخذين كل الاحتياطات والتوزيع، يعني إعطاء الطعام هم على وجبة السفر، كوادر أمنية نعم وصحية نعم ومحلات وزائرين اللي ما يقدر. احنا يعني سابقا مختصرين بس على منتسبي العتبة، بس بهاي الفترة بهاي الفترة يعني اعطينا المجال لكل اي واحد يجي نقدر. فخلال زيارتي الأربعين هاي الشعبة الحانوت التعاوني راح تقدم هاي الوجبات اللي المنتسبين العتبة مجانا، وبالإضافة إلى المتطوعين اللي يحضرون إلى مساندة الأخوة بقسم الخدمية قسم حفظ النظام. أعتقد 2000 وعندنا يوصل العدد، يعني العام الماضي وصل العدد 12,000 متطوعين. فهذه الشعبة تقدم لهم على طعام على شكل 3 وجبات. فهذا قلت لك يعني اعتقد اكو عندكم وجبات بينيه. وجبات بينيه طبعا العصير والبرتقال والكيك، هاي تكون يعني وقت العصر اوقات متاخره بالليل او اوقات أو متاخره. اي بلي صحيح، يعني تعرف هذا متطوع يجي ويتعب وعمل 12 ساعه ايام، واكثرهم من اهل نعم البصره ومن اهل الكوت جايين من مناطق بعيده. زين انتم بالموسم الأربعين انتم هذا العمل الجبار، يعني تقول لي 12,000 منتسب، زين هي العتبه ب 8,400 يعني عبرنا 20,000، يعني دول شلون يعني ملاكات القسم شلون تلحق؟ اكو عندكم متطوعين؟ اكيد شلون تلحقون يعني؟ لا اكيد احنا نستعين بالاخوه المتطوعين، احنا عندنا متطوعين يعني بشكل محدود، يعني 150 الى 200 ما يزيد العدد، لان احنا عملنا مثل ما تقول يعني يختلف عن باقي الاقسام، احنا عملنا عمليه الطبخ عمليه بها مهنيه بها اختصاص، يعني احنا جماعتنا يقومون بهذا العمل. بس شغله الاعمال يعني الاخرى العمل الخدمي التعبئه بل الاعمال الخدميه نستعين بالاخوه المتطوعين. غسل الاواني اذا كانت عندكم غسل او شيء من القبيل. طبعا في اعداد كبيره بتوصل بالالاف، احنا نستعين بالاستعمال الواحد، الاواني الاستعمال الواحد. استعمال الواحد وخاصه احنا في جائحه كورونا. زين الان انتم عندكم في يعني بخصوص جائحه كورونا شلون اعمال التعقيم تصير؟ يعني هسه انتم الان عندكم قدور كبيره، وانتم خلصتوا من قضيه التوزيع، صارت يعني اواني هاي الاستخدام الواحد، بالنسبه للقدور وكذا عمليات غسل المنتسبين لابسين مثلا مستلزمات شنو الترتيب عندكم؟ يعني هاي المشاهد هم يريد يعرف يعني شلون تتم عمليه اعداد الطعام، عمليه صب الطعام، يعني اكو احترازات طبيه يعني في صحيح. احنا بالنسبه القسم مالتنا يعني اي واحد اي منتسب يعني يوصل للدوام ما يدخل لا يدخل اي براد اللي هو باللحوم او داخل المطبخ اذا ما يتعفر 100%. اكو يعني خصصنا منتسبين لهاي القضيه،
يعفر يعني يعفر الشخص, الشخص هو نفسه من فوق لجوا, من فوق لجوا المنتسب هذا. اكو ناس مختصه للتعفير, يعني اشترينا اجهزه تعفير خاصه بنا. بالبدايه كنا نستعين بباقي الاقسام, بعدين شفنا انه العمل طول, صارت القضيه يعني مو مال يوم ويومين, فاحنا خصصنا جماعه هم مهمتهم يعني يعفر المنتسب, يستقبل المنتسب يلا يعفر. هذا المنتسب اللي كل المنتسبين اللي يدخلون يقومون بعمليه الطبخ, يقومون بعمليه تقطيع اللحوم, يقومون بعمليه تعبئه هذا الاكل اللي بالسفر, كلهم هم معفرين. يعني هو نفسه معفر, اذا يريد يطلع او مثلا عنده شغله شخصيه يرجع مره ثانيه يدخل على التعفير, يلا يدخل للمضيف, لانه احنا قضيتنا يعني قضيه طعام وقضيه صحية حساسه وتخوف. هذا الموضوع ايضا نكمل ان شاء الله بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين, روح الفاصل ونشوف معلومات اضافيه اخرى تفيدنا عن قسم المضيف. خلينا نشوف شلون يعد الطعام مع وجود هذه الجائحه, فكونوا معنا ان شاء الله. ايتها الزائره المؤمنه, كيف تستحضرين السيده زينب عليها السلام معك في زياره الاربعين؟ وأنت تسيرين وتستمعين إلى مراثي العزاء بعبرة وحزن, فأنت قد استحضرت مولاة زينب بحزنها وألمها. وأنت تسيرين وتقرئين آيات من القرآن وتلتزمين بأداء الصلاة في وقتها, فأنت قد استحضرت السيدة زينب عليها السلام في عبادتها. وأنت تسيرين وتستغفرين لك ولوالديك, فأنت قد استحضرت السيدة زينب عليها السلام في برها للوالدين. وأنت تسيرين وتستثمرين المشي في حفظ سورة من القرآن أو دعاء, فأنت قد استحضرت السيدة زينب عليها السلام في علمها. فبادري من الآن واستحضر السيدة زينب عليها السلام في شخصيتك, وكوني مثالاً وقدوة للمرأة الزينبية. أعزائي المشاهدين, عدنا إليكم والجزء الأخير من لقائنا مع رئيس أو معاون رئيس قسم المضيف في العتبة العباسية المقدسة الأخ أستاذ علاء عبد الحسين. أستاذ علاء, إحنا كنا نحكي قبل شوية عن اعداد الطعام, قلت انه مساله التعفير وهاي الاليه اللي اتبعتوها حقيقه في شيء يشيل الراس, ويعني اعتقد هو يمكن افضل حتى ما متبع في بعض الاماكن المتقدمه في المجال الصحي. اعداد الطعام شلون يتم؟ يعني هل هناك شروط؟ يعني مثل موضوع الكمامه, موضوع انت قلت هسه تعفر المنتسب, زين هو ولما يتعفر يحتاج كمامه يلبس, يحتاج كذا, هاي شلون الاجراءات؟ يعني اللي ما يلبس شو يسوي له؟ الطعام لا سمح الله اذا شكيته شو تسوون مثلا؟ عندكم اجراءات؟ لا, احنا بالنسبه يعني موجوده توصيات من الحاج عادل الحمامي رئيس القسم, انه توجيع عقوبه لكل منتسب ما يلتزم بالكمامه. جي. طبعا الحمد لله هم كلهم ملتزمين, بس رغم ذلك يعني رغم ذلك ضروري الكمامه, مساله صحه يعني الناس. اذا منتسب موجود هو على صب الطعام, تحضير الطعام, او على واقف على قدور الطبخ بالطبخ بالمطبخ جوا, ويكون ما لابس الكمامه او ما لابس الكفوف, يعني هذا راح يتعرض للعقوبه. فكل المنتسبين يعني ملتزمين بهاي القضيه, وهي قضيه حساسه, وبالتالي انتم ضمنتوا يعني صحه المنتسب من جهه وصحه الزائر اللي راح يتناول الطعام من جهه ثانيه. صحيح, بالضبط بالضبط. احنا حتى يعني هم قضيه الزائر اللي نحضر له الطعام, وحتى قضية المنتسبين بيناتهم, يعني هم نفسهم يعني أجانا فد توجيه من عدة من رئيس القسم, أنه ما المنتسبين نفسهم وقت الغداء مالتهم أو وقت استراحتهم ما يكونون يعني على شكل مجاميع, يكونون على شكل منفردين, يعني حتى ليكون ربما احتمال هذا المنتسب هو يحمل عدوى ويحملها ينقلها للآخرين. أحسنتم. زين, أنتم عندكم جهود حقيقة أيام الحظر وما زالت مستمرة, عندنا مستشفيات الحظر الآن العتبة بنت تقريبا 7 مستشفيات, والعمل مستمر في مستشفيات. نعم. جديدة الملاكات العتبة طلعت بنت هاي المستشفيات, هذول منتسبين كانوا هنا يأكلون بالمطعم التعاوني هناك, شلون أكلهم سويتوا لهم؟ احنا بالنسبة للأخوة قسم الشؤون الهندسية يعني جهودهم مبارك بها, والله يوفقهم, عملهم جبار.
اجتنا توجيهات من الاداره بانه ارسال لهم وجبات طعام على طول فتره العمل مالتهم. شلون يصير الارسال يعني؟ الارسال يكون بسيارات القسم ويكون تجهيز الوجبات سفري، وجبه الغداء والفطور والعشاء. هذا بالنسبه للمستشفيات اللي بنت في كربلاء. بالنسبه بنت في كربلاء، بالنسبه عندنا مستشفيين بنت ببغداد. ببغداد كان العمل في السماوه عندنا وحده، بالحله عندنا وحده. كان العمل، لا احنا كانت مشاركتنا في بغداد لمده اكثر من شهرين، كان العمل يعني يصعب انه ارسال الطعام، فارسلنا كادر من المضيف، فريق يعني فريق عمل متكامل فنيين. نعم. انه عندهم امكانيه انه يبقون هاي الفتره، وبعدين استبدلناها مباخرين لما الفتره طالت، وارسلنا وياهم براد خاص للحوم وللدجاج والمواد الجافه وقدور الطبخ، وعمل متكامل. كان هناك عملهم قريب على موقع العمل. يعني كان يجهزوا لهم يعني الى الفريق اللي جاي من المستشفيات المجانيه، حتى مخبز، يعني حتى نوفر لهم الخبز الحار، حتى مخبز، وارسلنا يعني خبازين يقومون بتوفير لهم الطعام الثلاث وجبات هاي الفتره اللي راحت كلها. وبالنسبه لمراكز الحظر الحجر عفوا، اللي احنا عندنا صار تعرفون مصابين، عندنا منتسبين وعندنا ناس مواطنين عاديين، فعندنا مراكز الحجر العتبتين كان لها دور في هذا الموضوع، فشنو كان دور قسم المضيف في توفير الطعام للمحجورين؟ الأخوة المحجورين يعني لهم في التوصية خاصة عن طريق المفرزة الطبية اللي تابعة للعتبة، فإحنا من بداية الجائحة ولحد الآن يعني هاي خمسة أشهر أو أقل أكثر، إحنا نرسل لهم الطعام على شكل ثلاث وجبات. طبعا الطعام مالتهم يكون إلفة خصوصية، يعني بالنسبة نرفق وياها اكو فاكهه، الفلفل او انه محامض، ترعون يعني الراعي هاي الامور اللي ترفع المناعه، يعني جت التوصيات في البروتين، يعني تكون الوجبه اعتناء بها اكثر من وجبه ثانيه. نعم. فلحد الان احنا دا نرسل البرج الماجد اللي هو مختص بالمحجورين، يوصل العدد 70 الى 80. وبالنسبه للاخوه فرقه العباس جزاهم الله خيرا، يقوم بتغسيل الموتا كورونا، هم ماتين يرسل لهم القسم. المغتسل اللي بنت الفرقه ايضا. نعم. تزودون. نعم. اي مرفق يعني تابع للعتبه، والحمد لله والشكر نشاطات العتبه في تطور، يكون قسم المضيف هو السباق بقضيه الطعام. تعرف يعني استاذ جسام، قضيه الطعام قضيه مهمه، قضية يعني قضيه ملحه، يعني اي قضيه اي قضيه اي قضيه انت يعني تريد تفكر بها ان تكون توفر الطعام، فقسم المضيف ويتخصصون جماعه بهذا الجانب. زين. وعندنا مستشفى العفو. نعم. مستشفى ابو مهدي المهندس، هماتين الاخوه اللي هناك المرضى هماتين، يعني لحد الان احنا نرسل لهم وجبات طعام. نعم. اي نعم، يعني اعدادهم يعني غير ثابته، يعني عن طريق الاتصال وياهم المباشر. مستشفيات الحميات اللي بنتها العتبه، ثلاث مستشفيات اعتقد في كربلاء انبنت. اي نعم، لا مستشفى الحميات كان بس خلال فتره انجاز اعماله، فترة الانشاء، ومن خلصوا الكادر الهندسي انسحبوا بعد انقطعت خدمات المضيف. نعم. بالنسبه للخدمات موسم الاربعين، ايش قد تتوقع راح تقدمون وجبات باليوم يعني؟ شو تحسبين حسابكم؟ والله استاذ جسام، بالنسبه لزياره الاربعين يعني احنا خلال السنه هواي يصير عندنا مناسبات، هواي يصير عندنا ليالي الجمعه، كلها نقدر نحسبها، نقول يابا احنا هالقد راح نطبخ. تعرف بعد قسم بيه مخزن، بيه امين مخزن، بيه طباخين، يعني قبل يوم يحضرون دراسة. قبل يوم يحضرون الطعام، يعني اللي مشتغلين بالطبخ يعني يفهموني، هذا الدجاج او اللحم جامد يكون الطلعه قبل يوم، فيكون التجهيز دائما قبل يوم، يطلع ايش قد تمن، ايش قد دجاج، ايش قد كذا، فكله نحسبه، نقدر نحسبه. بزياره الاربعين هاي كلها تسقط، يبدي الحاله عكسيه، من تنتهي الزياره نقول احنا ايش قد صرفنا، ما تقدر ايش قد حسبنا، يعني حاله عكسيه تماما. أنا يعني كل سنه يعني ورا الاربعين نقول اذا ايش قد يعني شو اسمه نقول لكم، لانه احنا هسه انفتحنا، قلت لك توجيهات الاداره القسم المضيف، فالدعم يعني لا محدود، لانه هذا الزاير يجي مشي، يجي من طريق بعيد، يحتاج خدمه، يحتاج راحه، يحتاج طعام، يحتاج فشي يقوي الرجعه لبيته. وقسم المضيف يعني ما يعني ما قاعدوا يعني بنفس القسم، يعني اكو عندنا اشخاص احنا مخصصيهم انه يكون اشبه بالدوار بالمنطقه، يعني احنا يعني القسم ما اقول لك الوحيد اللي يعطي طعام، عندنا مواكب حسينيه تعطي مواكب، فاحنا شو نسوي؟ هذول اشخاص عندنا
مختصين انه اذا اكو مواكب يعني قريبه على العتبه نقصها توسيع. احنا اي احنا حتى لا يصير مثلا تبذير بالطعام، احنا نبدا نقلل من هذا الطعام، اذا ماكو مواكب ماكو طعام احنا نزود العدد، يعني حاله هي عكسيه. فعندنا بزياره الأربعين احنا هسه هذا السنه انه ان شاء الله يجون الزوار والله يبعدهم عن الشر. احنا معلومات هوايه لان نضطر انه المخرج يقول لي الوقت خلص صراحه نعتذر. بس هاي بس هاي المعلومه. نعم. فالعام السابق شنو اللي صار؟ اللي صار انه اجتنا زوار قبل حضور المواكب، فقسم المضيف انطى جهد بهذا الوقت. من انتهت الزياره انسحبت المواكب، تعبوا هاي العشر ايام راحوا لها تعوضتوا فبقت زوار وحدكم. بقت زوار هم ظلينا وحدنا، القسم يعوضها قبل حضور المواكب وبعد ذهاب المواكب. شكرا لكم استاذ علاء على هذه المعلومات القيمه. أحسنت. حقيقه المعلومات كثيره وتفاصيل اكثر، لكنه ننتظر ان شاء الله بعد الأربعين. انا اتذكر معلومه في 2013 رئيس القسم المضيف ذكر لي اياها، مجموع الوجبات المقدمة في 2013 في أربعينية الإمام الحسين كانت 5,100,000 وجبة أكل. ننتظر إن شاء الله أرقام هذه الأربعينية لهذا العام. ملتقانا وإياكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.